في الميديا. احب كده ايه اول خبر معانا احب اقول لكم ان مع بدايه شهر مايو من كل عام بيحتفل العالم باليوم العالمي للضحك، وطبعا هو مسمى غريب انا عارفه، بس دي الحقيقه. من امبارح العالم كله بدا طقوس خاصه للاحتفال بالضحك، وده هيستمر لمده شهر. خليني اقول لكم الحكايه بدات منين. هي بدات عند دكتور هندي اسمه مادان كاتريا، وهو صاحب فكره اليوم العالمي للضحك اللي استوحاها من يوجا الضحك. وطبعا الهنود مشهورين باليوجا والتأمل بشتى أنواعه، بس هو ركز على يوجا الضحك اللي بتعتمد على تدريبات بدنية وتنفس صحي وتصفيق واسترخاء وتأمل. ولما نعمل كل التدريبات دي بيتم إفراز هرمون السعادة في جسمنا ومزاجنا بيتحسن وبيبقاش عندنا أمراض نفسية. الدكتور الهندي أطلق يوم الضحك العالمي لأول مرة عام 1998 تحت شعار السلام العالمي عن طريق الضحك، وبالفعل لاقت الفكرة قبول في دول كتيرة جدا، وبدأت 50 دولة حول العالم تحتفل باليوم ده، منها طبعا الهند على رأسهم، الولايات المتحدة الأمريكية، أستراليا، فرنسا، ألمانيا، الدنمارك، السويد، المجر. ألمانيا بقى بالذات من أكثر الدول اللي رحبت بالفكرة وأقامت 60 نادياً لممارسة هواية الضحك. كل نادي عدد أعضائه 3500 شخص. أنا مش هطلب منكم تمارسوا يوجا الضحك ولا تضحكوا كتير، خلينا نبتدي بالابتسامة مبدئياً، نبتسم كده وإحنا ماشيين في الشارع في وش بعض. بلاش ننسى يا مصريين إننا معروفين إننا أصلاً شعب ابن نكتة، نسينا ده في كل المشاكل اللي احنا ماشيين فيها. وهي مستغربة جدا ألمانيا بالذات ان هي رغم انها شعب جاد جدا وبيقولوا عليه ان هو عنيف، انما هو غالبا هو محتاج فعلا ان هو يعمل 3500 نادي علشان يمارس هواية الضحك. اول مرة في ان يعني الضحك هواية، الضحك ده جزء من شخصيتنا. واوعوا يا مصريين بجد تنسوا الحتة دي.